الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. اللهم إني أسألك رزقا لا يعد ودعوة لا ترد وأبوابا للخير لا تصد ونعيما ليس له حد. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقي بعيدا فقربه. وإن كان رزقي قريبا فيسره، وإن كان رزقي قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم إني أسألك رزقا لا يعد ودعوة لا ترد وأبوابا للخير لا تصد ونعيما ليس له حد. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرضا غير مخذ ولا فاضح. اللهم قنعني فيما رزقتني واخلف على كل غائبة لي بخير. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلها الوارث مني، وانصرني على من ظلمني وخذ حقي منه. اللهم إني أعوذ بك من ليلة السوء ومن يوم السوء ومن صاحب السوء ومن جار الشر. اللهم اكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك رزقا كثيرا يسيرا إنك أنت الوهاب. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. you
وأعوذ بك ربي من أهواء نفسي ومن هوى يبعدني عن طاعتك. اللهم لا تخزنا بالحياة الدنيا وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، أسألك ألا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت الأول وأنت الآخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أرجو رحمتك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم آتني الحكمة التي أوتيتها. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل، أو أذل أو أذل، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم احفظني من فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي، كما حفظت الذكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل دعاءنا وأرنا عجائب قدرتك في سرعة الاستجابة، وبشرنا بما ننتظره، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع، وأعوذ بك من نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل وسوء الكبر، وأعوذ بك ربي من عذاب القبر.
اللهم إني أعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت الغني، أقضي حاجتي وأقضي عني الدين وابعد عني الفقر ويسر لي رزقي. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تأثر علينا، وارضنا، إنك على كل شيء قدير. إخواني أخواتي في الله، أحبة قناة استراحة النجيب، إذا أتممتم الفيديو فلا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لكم.